يعتبر غلط يا محمد للفنان يكون ماشي على حفلة ما يفصل حياته الشخصية بموضوع غنوة. انت حاصل لك اي ظرف مؤثر عليك غالبك انك تطلع مسرح دي مسؤولية، ما تطلع استيج، ما تطلع. طيب وانت مرتبط عندك ارتباط مثلا، عندك ارتباط لما تعتذر معناه عندك ارتباط وماشي ترمي المشكلة، لأن الناس الماشي لدي ما عندهم علاقة بالمشكلة يا محمد. يعني انت الليلة جبت لي زواجك بالمبلغ الفلاني اللي انا حددته، وقد يكون عندك وقد يكون ما عندك، مشيت تميت ليه الكلام ده وجبته، ما بتستحمل انا اجي ادي لك اداء اقل من اللي انت شفته قبل كده وجبتني عشانه، او اذا ما كان احسن ما حترجع لي العذر، ما هذا شغلي انا. لا هي باي حال من الحال انت ما الله يفتح عليك. فانا بقول الفنان طالما طلع في منبر ومسك مايك وقاعد يغني بيعبر عن نفسه، وما تنسى انه انت في اي منبر طلعت فيه، اذا كان بيت عرس، اذا كان حفل جماهير، اذا كان منتدى، انت في كم شخص ما يعرفه اول مره يشوفك؟ دي الحاجه الناس الفنانين ما عارفينها. عشان كده لما قاعد اقول يا اخواننا اي زول طلع مسرح ده ما لم هو مهيئ تماما ونفسيا انه يغني ما يطلع، لانه هو بيخسر من نفسه. انت في اي منبر يا محمد بتطلع تغني فيه، انت في زول جديد شافك مهما بقيت واصل باي حال، ومهما في زول انت بالنسبه له دي اول اطلاله. انا داير اقول شنو، انت كيف بتقدر تتجاوز الموقف ده؟ يعني ما خلاص لا بتجاوزه، بتجاوزه حتى لو انا عايش فيه الساعتين انا بجي اغني فيهم ديل بفصله تمام، يعتبر ما حصل لي. بعد الساعه 11 او بعد الحفله او بعد الاحتفال انا فيه ده، بعد ذاك انتهى كده ان شاء الله بربع ساعه برجع له ثاني، لكن انا طالع لعملي بخليه ياثر عليه تماما، ما يصدق تماما الساعتين بتتناسوا ما بتنساوا طبعا، زي كانه ما حصل.